مرحبا، أنا إياد، واليوم عندنا تحدي الهدف. رح نرسم دائرة على الأرض، واللي بيجيب التنين تاعه على أقرب نقطة للهدف هو الفائز. لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات التانية، صوتوا لأكثر فيديو عجبك. دراغون من مجموعة ليجو نينجا جو، والسر تبعي اني انزل الدراغون لتحت عشان يطير بشكل مستقيم. كون نينجا. إن شاء الله يكون عجبكم تحدي الهدف، إحنا استمتعنا كثير، لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات الثانية، صوتوا لأكثر فيديو عجبكم، باي!